مالك سرحانة في ايه؟ عن جد بدك تعرف؟ لو انت مش عايز تكلمي براحتك، بس انت عارفة كويس ان اي حاجة تخصك بحب اعرفها منيح. بدنا نروح على العريش بكرة. بكرة ازاي يعني؟ في حدا بده يساعدنا ندخل المعبر من غير ما نخلص الأوراق. مين الحد ده وظهر فجأة كده يعني؟ سيدي كان بيعرفه. حد ثقة يعني؟ طيب بكرة ما ينفعش كمان يومين ثلاثة مثلا؟ طيب شوفوا حابين تتحركوا امتى وان شاء الله هاجي معاكم. ما في داعي، احنا كتير تعبناك معنا هاي الفترة. بصراحة تعبتوني جدا الفترة اللي فاتت دي. بقول لك يا مليحة، لو قلت الكلام ده تاني هتضايق منك، كفاية ان انت مسافرة بكرة فجأة كده. خلاص شوفوا حابين تتحركوا امتى الصبح وهكلمك وعد عليك. احنا بدنا نتحرك بدري. خلاص اتفقنا. بس دي رحاب، فأمان عليكي يعني، هي زعلانة منك للمرة التانية، أنا هرد عليها وأديها لك تكلميها ترضيها بأي كلمتين، ها؟ عشان هي زعلانة منك جدا. إيه يا رحاب؟ عاملة إيه يا حبيبتي؟ أخبارك إيه؟ لا أنا ومليحة خلصنا السفارة وخدتها نتمشى شوية. طب قول لها تيجوا تتغدوا معانا، هعمل لكم غدا حالا. هنشرب حاجة كده وهنتغدى بره بيني وبينك. طب بص هفهمك لما أشوفك. هي عايزة تكلمك وتسلم عليك أهو. الو مليحة، ازيك؟ عاملة ايه؟ انا منيحة، انت كيفك؟ كده استناكي مرة والتانية وما تجيش. والله كان نفسي اشوفك قوي. والله وانا كمان نفسي اشوفك، بعتذر منك بس ما كنا حابين نتقل عليكي. تتقلي عليا ايه بس؟ ده انا اشيلك في عينيا. تسلمي. بصي يا مليحة، انا بما اني مش هلحق اشوفك يعني كنت عايزة اقولك على موضوع، بس ما تبينيش قدام هشام بصراحة. هو هشام بيحبك وملوش سيرة غيرك من ساعة لما سافر، ويعني هو مكسوف في فتحك في الموضوع يعني بسبب الظروف اللي حصلت. انا مش عايزاكي تردي دلوقتي خالص، طبعا انا مقدره الظروف اللي انت فيها، بس فكري فيها كده. هو انتوا هتسافروا امتى؟ بكره رح نسافر. طب حاولي كده من النهارده لبكره تفكري في الموضوع. طيب يلا باي. سلام. ايه بتقول لك ايه؟ ولا اشي، بتسلم عليا. اضطرت بس من الموضوع ان انت مسافره بكره فجاه. ممكن موبايل؟ اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.